محمد عماد الدين طه أكاديمية الشروق، خريج 2021، عن طريق فيسبوك يعني. وناس زمايلي كانوا دخلوا قبل كده في التدريب وكلموني ان هو كويس يعني، فعشان كده دخلت. انا استفدت حاجات كتير، استفدت اولا ان انا اشتغل تحت ضغط، ده اول حاجه. استفدت ان انا اقدر اطلع الشغل مظبوط على اكمل وجه يعني. رادع للتدريب بنسبه كام في الميه؟ يعني بنسبه 85%. طيب رادع للمدربين بنسبه كام في الميه؟ 90%. اول حاجه يفضوا وقتهم خالص، وان هم يستفادوا بقى ازاي، ان هم يعني يركزوا في ان هم يعملوا التاسكات كويس. اهم حاجه التاسكات.